يلا بينا يا جماعة. طب احنا هنا ايه اللي متبقي معانا؟ احنا متبقي معانا البنش ماركينج، البنش ماركينج يا جماعه ببساطه يعتبر سيستماتيك بروسيس الشركات بتلجا اليها عشان هي بيبقى عندها مشكله في البرفورمانس، فبيروحوا يشوفوا مين البيست ان كلاس في الاندستري بيعمل الموضوع ده. ده كان الموضوع تراديشنالي كان بيشتغل كده. النهارده البنش ماركينج تقريبا بيابلاي في كل حاجه في الشركه. يعني احنا على هديكوا اكزامبل عندنا في الشركه، من قبل 2014 الفاينانس فاميلي في كارجل كانت بتشتغل بشكل تراديشنال جدا، سي اف او وكنترولر في كل اللوكيشن وتحت الكنترولر اكاونتنج مانجر والاستراكشر التول اورجانيزيشن الطبيعي. ابتدت في سيستماتيك بروسيس وكونتينوس بروسيس بتتعمل عشان خاطر يبنش مارك الفانكشن بتاعت الفاينانس المفروض يكون منظرها ازاي. ابتدوا يروحوا للكونسلتنج فيرم اللي بتبنش مارك البرفورمانس بتاعك على الافضل برفورمانس واعلى ليفل من البرفورمانس في الشركات الثانيه، ويبتدوا يشوفوا الروت كوز اناليسز، يعملوا حاجه اسمها روت كوز اناليسز يشوفوا بيها ايه المشكله عندك الجذريه اللي ممكن تسبب مشكله ومش بتخليك توصل للبرفورمانس في ظل سبيسيفيك او في ظل كوست معينه. مش شرط البنش ماركينج يتعمل على كومبيتيتور، ممكن البنش مارك يتعمل على شركات ما تكونش بتنافسك بس عندها البروسيس ديت او السيرفيس ديت او الفانكشن ديت بتتعمل بشكل كويس. البنش ماركينج طبعا ممكن يتعمل، يعني معظم الشركات ممكن تعمله عن طريق كونسلتنج فيرم، لكن هو بيمشي بخطوات وفيسز وستيجز معينه اللي انت تسلكت الاول البنش ماركينج بروجكتس اللي انت عايز تشتغل عليها وتورجنايز كروس فانكشنال تيم من كل فانكشن يبقى فيه ريبريزنتيف وتعمل دوكيومنتيشن للشغل بتاعك وتعمل ريسيرشنج وتايدنتيفاي البيست ان كلاس بيرفورمانس اللي انت بتحطه لنفسك كبنش مارك، واخيرا بتبتدي تعمل امبلمنتيشن عشان توصل للليفل من البيرفورمانس ده. الكلام ده ممكن يتعمل في الشركه انترنالي، يعني اديكوا اكزامبل برضو عندنا، احنا عندنا حاجه اسمها ريكورد مانجمنت اللي انت بتعمل حاجه اسمها ريم، ان احنا بنكيب فايلاتنا بشكل معين. ممكن يختاروا مثلا الناس بتوع الاوبريشن ان هم دول البنش مارك اللي بقيت الديبارتمنتس في الريم ده، بحيث ان احنا كلنا بنقلدهم لانهم عاملين افضل اداء في الفانكشن او البروسيس دي. محضرينها مفاجأة في البنش ماركينج ده ولا ايه؟ الاسئله بتاعتنا يعني هم خمس اسئله لو عايز تحلهم يعني. طيب حلوين، فين؟ في اخر ايميل بقى 8.6 ولا ثلاث اسئله تقريبا. ماشي كان في ايميل اسمه يونت 8 اخر واحد وصل لحضرتك. ما شاء الله الرزق عندك اصله واسع، انت عامل دراسات عليا في اليونت ده. اه عارف بحبه قد ايه. اه طبعا. خلاص الحمد لله، ده فاضل كده فاضل الكوست اوف كواليتي وانا بخلصنا الحمد لله. احنا اوريدي الكوست اوف كواليتي اديناها.
والله كويس. كوست كواليتي بتتشرح مع الكوست كلاسيفيكيشن. انت حضرتك مش بتيجي معانا فعشان كده. طيب كبر الشاشه بقى عشان حاضر كبرها. جميل، نروح فين بقى؟ نجيب تحت كمان. حلو قوي، يلا يا شباب. الدنيا واضحة يا شباب؟ اه مش واضحة تمام. نحل السؤال الجميل ده. السؤال ده أصلاً يعني بالإليمينيشن في ثانية. تمام يا حسين، الله ينور. تمام يا يوزر، مش عارف اسمك ايه. تمام يا يوزر، الناس دي تطلع من المحاضرة دي تحجز يا مستر. خلاص كده نخلص الفاريانس على الاقل. طيب انا مش عارف لما نيجي بقى نحل الاسئله اللي هي ملخبطه هنعمل ايه، دي بقى المشكله. لا مش زي انت ما متخيل كده. يعني احنا التارجت بنحله مثلا بعد كل سيشن، بس يعني عادي تبقى مركزين في ده التارجت، بعدين تيجي تحل مثلا من اول تارجت ممكن الدنيا تختلف، مع انك انت اللي حالل نفس السؤال ده اللي هناك. دي ما مش عارف، ربنا يسهل التكرار، فيها. التكرار بيظبط الحاجات دي. خلي ايديك على طول في المطبخ بتاع المنهج، الدنيا هتظبط معاك. طيب حل السؤال الجميل ده. ايه من الجمل ديت حاجه ما ينفعش باي حال من الاحوال نسميها بنش مارك؟ هو انت لو كان عندك مثلا في السنه اللي فاتت inefficiency في البرفورمانس بتاعك، تمام، وانت قارنت بيه الاداء بتاعك اللي في السنه اللي بعديها، مش انت كده هتصدر ان inefficiency ده للسنه الجايه وهتعتبره معيار ليك تقيس عليه؟
صح كده ولا ايه شباب؟ صح تمام. يبقى انا المفروض لما اجي هقارن ينفع اقارن بالاداء بتاع اليونت دي في فترات قبل كده، بس هختار البيست خلال السنين اللي فاتت. صح كده؟ هختار افضل اداء حصل لليونت دي خلال السنين اللي فاتت، لكن ما ينفعش اخد بتاع السنه اللي فاتت الا لو كان هو البيست بتاعها. صح كده ولا لا؟ صح. لكن لو انا خدت السنه اللي فاتت قدر كان عندهم مشاكل في البرفورمانس بتاعهم، فانا خدت الاداء خدت ده بمشاكله وحطيته كمعيار ليا اقارن على اساسه. تمام كده ولا ايه؟ حد عنده اي استفسار تاني في السؤال؟ شغال يا شباب ولا الدنيا ايه؟ تمام يا مستر. تمام. هو ده بنش مارك برضو يا محمد؟ السؤال خفيف شوية. جميل قوي. طيب هنسيبه بعد ما يقروا احسن الهاند اوتس. السؤالين الترند نسيبهم بعد ما يقروا. اوكي. طيب بصوا يا شباب كده، احنا كده تقريبا الكوست اكاونتنج خلاص. دلوقتي كده بس عايزين نحط شورت تيرم بلان، بحيث ان احنا نقدر قبل ما نخش، يعني انا افضل ان احنا قبل ما نخش على الفارينسز ان احنا نعمل ريفيو على البادجت والكوستنج، بحيث ان احنا برضو ايه اما نخش على الفارينس ونخلصها ممكن انت تحس ان انت حاجات كتير في البادجت والكوستنج ابتدت تقع منك. فبفكر انا كنت النهارده الحقيقه ناوي يعني استغل السيشن اللي انا اخلص الكوستنج واديكوا انترودكشن للفاريانس، بس حاسس ان انتوا كده هتبقوا في حلقات متواصله من الحاجات الجديده، وممكن نعمل يعني فريزنج احسن ليك لمده الاسبوع ده، بحيث ان انت تلتقط انفاسك شويه وايه وتلحق تثبت اللي فات. ميك سنس بالنسبه لكم؟ تمام جدا. تمام خلاص، عشان انا يعني مش عايز برضو ان احنا ايه يعني نكربس الدنيا على دماغك وتبقى في حتت انت محتاج حاسس ان هي كانت محتاجه منك اللي انت تتك عليها شويه. فانا عن نفسي انا شايف ان احنا ممكن بلاش النهارده ندي الانترودكشن ديت، ونسيب الاسبوع ده سيادتك تلحق تبص فيه على اللي فات، ونخلي نص السيشن الجايه ندي ريفيو على الحاجات المهمه اللي في البادجت وحاجات المهمه اللي في الكوستنج، وبعد كده نبقى نخش في الفاريانس. ميك سنس يا ابو السنس نفسه؟ تمام. ماشي الحال. فاحنا ممكن نمط على كده النهارده، ومن المره الجايه ان شاء الله نبتدي الريفيو بتاعتنا خلال الاسبوع ده. اي حاجه اي سؤال يقف قصادك ابعته على الجروب. جميل. واحنا هنشيل بقى كل ده، ودي هتبقى اكتر حاجه من الاولويات ان نعمل لها هيتنج المره الجايه في الحصه. ماشي الحال. احنا ممكن نعمل ريفيجن بطريقه غير اللي احنا خدنا بيها السكشن دي يعني مش بترتيب المواضيع. الريفيو اللي هيتعمل لسكشن الكوستنج هيبقى عباره عن تربيط للحاجات اللي هي ممكن ما كانتش واضحه في ذهنك اللي هي متربطه. لان احنا خدنا حاجات متنطوره بتدرسها كل حاجه على حده. الدراسه لكل حاجه على حده ينجحك في السي ام اي، بس انا افضل ان احنا نديك البيج بيكتشر بحيث ان انت تشوف الانتر ريليشن شيب ما بين التوبكس اللي خدتها. تمام. ماشي يا جماعه كده. بلاش النهارده بقى ندي الانترودكشن انا كنت عايز اديها دي. طيب خلاص خلاص يا جماعه، نشوفكم على خير ان شاء الله يوم السبت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. خلاص يا شباب يلا نشوفكم على خير. السلام عليكم. شكرا يا مستر محمد. التارجت بتاع النهارده يا مستر. الله ينور عليك. إيه هو انت اللي بتقولي على التسجيل؟ ايوه. لا انت الله ينور عليك. لا والله زي الفل. ما هو كان نسي يعني. طيب احنا هنحل في التارجت يونت 8
ممكن يا محمد نبعته على وانا ما اعرفش تبعكم فايلات التارجت ولا لا. عندنا تمام. هنحل اخر يونت في البوستنج اللي هو يونت 8 اللي كان متبقي فيه. واحنا النهارده ابتدينا بايه؟ ابتدينا بيه بس. هو اليونت ده في الهاند اوتس، في الهاند اوتس يونت 8 ده من صفحه من صفحة 94. ده اليونت كله بقى بالحاجات اللي خدناها قبل كده لصفحة 107. ماشي الحل؟ تمام. اوكي يا شباب، شكرا المرة دي ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. على خير يا شباب. السلام عليكم. السلام. السلام محمد. شكرا.